السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. كما كتلاحظوا معنا عندنا السي جور هذا، غنوريكم واحد جوج دقائق ماشي بزاف، يعني ما غنطولوش عليكم. هذا السي جور هذا تاهو خدموه بحال الصالة اللي خدمناها، غنفيكسيو الديكور ديريكت في البلافو في السقف، يعني الديكور. ولكن كما لاحظتوا هاد الصالة هادي كنا عملنا لكم فيديو وكيفاش تمكن لك تعمل ديكور ديال القبس بلا ما تهبط البلافو في الدار. اللي كانت الدار الحانية هنا كاينه واحد جوج متر وستين هكذاك، ما هبطناش بلافو كامل، هبطنا غير شويه، يعني البلايص اللي محتاجين نهبطوهم. بلافو الثاني خلينا هو الضاله، واكيد كنعوطوه الا كان فيه شي عويجات، كنعوطوه بالطالوش كنقراطيوه ضروري، حاجه باين. الديكور اللي خدمنا عليه هو هذا الاخوان، شتو كيفاش طلع زويون. هنا التخيل عملنا تقويس جا روعه. دابا غادي نوريكم هاد الديكور هذا كيفاش خدمنا عليه. هنا كاينه الليد الاولي والليد الثاني، وكاينه داك البانضا يكونوا فيها سبورتاس. الشكل اللي خدمنا عليه بالاضواء بكل شيء ديالو، دابا بعد شويه غادي نوريكم التصميم ديالو الصوره. دابا الدار المهم لاحظتوا كيفاش خدمنا الطريقه الاخوان، بغيتش نطول عليكم بزاف هاد الفيديو. هذا كاينه الصاله اللي هي مجادلين، وكاينه السيجور، وبيناتهم داك الفراق الباندا، وكاينه واحد الكلوار، وداك الكلوار فرقناه بواحد القوس صغير اللي فرق بين السيجور وبين الباسيو او الكلوار اللي هو امامكم. هو هذا القويس جا كيجي زويون، كيعطي منظر. الديكور اللي خدمنا عليه هو هذا اللي في الصوره امامكم الاخوان، كيجي زويون روعه. فكره يعني الانسان يقدر يعتمد عليها بعد، يعني اغلبيه داك البارطماس اللي كيكونوا مثلا، كاينه بارطماس دابا هادو لابارطومون كيكونوا بعد منهم حانيين، تقدر تخدم يعني. المهم دابا اغلبيه رجع، دابا كلشي رجع، يعني حتى بلافون مابقاوش كيعليوها بزاف، يعني الانسان المهم هذه كفكره وصافي، يقدر الانسان يستعملها. يعني المهم الانسان اللي عنده 2 متر 60، 2 متر 50 ديال العلو، 2 متر 40، قدروا تستعملوا الطريقه هذه. تبارك الله عليكم، شكرا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديوهات جداد ان شاء الله يا ربي.